قبل كم يوم قرأت إعلان عن تقديم في رحلة الغوص صيد اللؤلؤ وبعض هذه الأمور، وبعدها بيومين ما شاء الله زميلتي إيمان العدد اكتمل، هناك ضغط على مثل هذه الرحلات الاستكشافية ورحلات الغوص. طبعا عيد اتوقع يكتمل العدد لان هذه مهنه اجدادنا وابائنا طبعا، وجيلنا الحالي اكيد والحمد لله يحب يعيش ويحيى هذه الذكرى حق ماضينا الجميل. واليوم اكيد معنا ضيفنا راح يكون الاستاذ خالد محمد الفودري امين السر لمجلس الاداره نادي البحري. حياك الله معنا اليوم استاذ خالد، منورنا. حياكم الله، يا هلا ومرحبا. الساعه المباركه. بارك الساعه. يعني نبدا معاك نتكلم عن هالرحله. الرحلة هاي رقم 33، أي 33 سنة احنا ننظم رحلة القوس، رحلة إحياء ذكرى القوس. احنا دائما نقول ذكرى ان احنا نعطي مساحة اكثر حق الشباب، ان احنا مو اليوم مسابقة ولا بطولة، هي مجرد ان احنا نعلمهم ماضي ابائنا واجدادنا مثل ما تقديمها إحياء التراث. حتى في المحار والمحار نحاول ناخذ القد اللي احنا محتاجينه. اليوم احنا واجب علينا محافظة على البيئة، وبدأت المحار تنقطع من الكويت، فاحنا دائما نقول هي إحياء ذكرى وليس بطولة. نعلم ماضي أبائنا وأجدادنا، شنو كانوا بالسفينة، شنو مكانه بالسفينة. فهذه يعني فكرة صغيرة على أستاذ خالد. هالرحلة يعني ما شاء الله تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فهذا شيء جدا جميل. فودنا نعرف تأسيسها وبدايتها، بداية كانت الفكرة اللي أنت قررت أن احنا نبي نسوي هذه الرحلة. هي بدايتها من 86، بدايتها من الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. كان بدينا فيها في 1986 في 5 سفن، كانت السفن هاي مهداة من وزارة الإعلام ان احنا نشارك فيها. بعدها يوم شاف ان الموضوع صار في رغبة أميرية، احنا اليوم مثل ما قال اخوي عيد في خلال اسبوع سكرنا ما شاء الله، سكرنا ب 120 شاب لان الجو حار، جو حار وظروف صعبه، ظروف صعبه ولا ويانا الحر اكثر يعني، يا والرطوبه يا يتنا وشهر 8 بعد وشهر 8 بس عشان اذكر المشاهدين متى تبدا. هي رسميا بدت الحين، خلاص بدا المعسكر. احنا بدينا من اليوم بعد تسكير باب التسجيل، بدينا المقابلات. عندنا امور خاصه بالنادي، في شروط طبعا، في شروط اهم شيء السباحه والامراض المزمنه، يعني الربو وما الربو نستبعد المكان، لان هذا تخيل من 5 الفجر لغايه 5 المساء وهو باللنج قاعد، يعني قاعد حياته ما في ولا شيء بالترفيه، لا تلفون ممنوع. شهر 8 بعد، شهر 8 اهم بعد. انتم ما شاء الله متابعين حتى الجو العام. طبعا احنا كان ودنا ان تكون ابشر، بس الامور الاداريه خاصه فينا يعني خاصه بالمناسبه هي اللي اخرت. استاذ خالد بعد ودنا نتعرف شنو الانشطه المصاحبه حق هذه الرحله. طبعا هي رحله احياء ذكرى القوس، مثل ما قلنا احنا نخصص ال10 ايام اللي راح يغوصونهم، 5 ايام راح يغوصون بالضبط، خاصه بس القوس وتعلم داخل السفينة شنو كل واحد وظيفته، نأخذ المجدمي الشباب القاصة. فهذه يعني الله يعطيك الصحة والعافية. احنا راح نكمل معاك إن شاء الله في تعليم أيضا المهن القديمة وشون تحاولون كثر ما تقدرون تعيدون إحياءها من خلال هذه الرحلات، ولكن بعد هذا الفاصل. ومكملين حوارنا مع أستاذ خالد الفودري. خالد، وقفنا احنا عند المهن القديمه وشلون نتعلمها، فنكمل حوارنا عن هذا الموضوع. المهن خاصه اللي بالسفينه، يعني احنا نحرص في الوقت الحالي ان نعلم كل واحد، يعني نختبره اللي يقوص، نشوف ايش كثر فتره مدتها بالبحر يقدر نقول هذا قيس. المجدمي طبعا، المجدمي النواخذ هذول الناس يعني من الخبره من الشباب اللي مارسوا معنا 6-7 سنوات ودشوا دورات عشان يقدر يقيد السفينه هذه ويقود اليزوه كامله كلها. عاد يبدا مسميات النواخذ، يقول والله انت ابيك قيص، انت ابيك كذا، انت تباب. تباب هالسنه يمكن اقل، هم الشباب الصغار اللي يساعدون القاصه، يجيب له ماي، يجيب له اكل، يجيب له. فهذه يعني مجموعه كامله متماكله. حتى النهام داخل السفينة لازم واحد يطربهم، يعني بيقعد له من 5 الصبح ل5 كله غوص وكله دق وحر، فيغير الجو نهام يغير الجو مالهم. ما شاء الله عليك، شاركت اللي اعرف انك شاركت في اول رحلة في عام 1986، ودي اعرف شو اللي تغير. لا تغير وايد، قبل كان معسكرنا نطلع روح فليتشا، يعني قاعد فليتشا شهر كامل معسكر. اليوم المعسكر داخل النادي، يعني قبل كان ما شاء الله النواخذ الموجودين كان نواخذ كبار، كان نواخذ يعني من سنين.
الله يرحمهم كونهم توفوا، فعطوا الجيل الثالث الحين اللي يقيد السفينة أو رحلة القوس هو الجيل الثالث من اللي تعلموه الشباب. فالإداري راح إداري، في شباب ظلوا الحين، يعني احنا نقول الجيل الثالث هذا والرابع راح يكون هو اللي يمسك بدال النواخذ الكبار. استاذ خالد قاعد تسولف عن الرحلات اللي هي في الكويت، هل هناك رحلات خارجيه للغوص خارج الكويت؟ واذا كان في شنو الفرق يكون بينها ما بين الرحلات الخارجيه والمحليه؟ طبعا احنا رحنا للبحث عن اللولو او المحافظه على اللولو في مملكه البحرين الشقيقه، طلعنا من الكويت في سفينتين في عدد تقريبا 25 شاب، هم قادوا السفن هذه من دولة الكويت من النادي انطلاقا في المملكة العربية السعودية إلى وصلنا مملكة البحرين، وقصنا في البحرين وكان معانا حتى وفد ألماني يبي يشوف شلون القوس، شلون يطلعون المحار، يطلعون لولو. فكان هذه الرحلة كانت عندنا فكرة أن نطلع أكثر، نروح الإمارات ونروح كذا، فإن شاء الله الأيام الجاية أو السنوات الجاية نعيد هذه مرة ثانية، نروح فيها من قصة برا الكويت. هذه فرصة أستاذ خالد نتكلم عن دور النادي البحري في هذه الرياضيات الموجودة في الكويت، الرياضات البحرية. نعم طبعا مثل ما تعرف اليوم الأولمبياد حنا عندنا لاعبتين سعاد الفقعان في التجديف، وعندنا أمينة شاه في الشراع، حققوا ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله يحققون، يعني تأهلوا وش إن شاء الله يعني هاليومين تبين معنا. الأولمبياد صعبة بس إن شاء الله ما يصعب على بنات الكويت شيء يعني. عندنا القوارب السريعة إحنا أبطال، عندنا الجتسكي، يعني ما نتحكي، ما أقول لك الشرق الأوسط إحنا أبطال العالم ما شاء الله، يعني الحمد لله فضل من الله. عندنا محمد الباز، محمد بربيع، هذا كلهم لاعبيننا غير الشراع والتجديف والقوارب السريعة، ففضل من الله إحنا قاعد نحافظ على الشباب ونحافظ على أن تكون عندنا رياضة بحرية بجميع، مو بس ترى الغوص، عندنا حتى مسابقات صيد السمك، إحنا أبطال العرب في مسابقات صيد السمك، كل سنة نشارك الإخوان في الأردن ونيب المركز ما شاء الله. استاذ خالد اليوم احنا موضوعنا كان عن الاتقان، فالحين ما شاء الله انتم بالرحله وصلتوا الرحله 33، هذا دليل على نجاحها واستمرارها. فانا الحين ودي اسال الشباب اللي قاعد يجون او الصغار اللي بالعمر، شنو اهم المهارات اللي يستفيدونها من خلال هذه الرحله وتطور شخصياتهم؟ والله اختي ما يستفيدون وايد، يعني مو انا اللي اقول انه يستفيدون، حتى اهاليهم بعد الغوص شوف انسان ثاني، يعني يطيع يسمع الكلام، لان بالسفينه ما عندك الا ناخذ المجدمي، قصبا عليك تسوي هذا الشيء، فيطلع من اطور انه قاعد ماسك البلاي ستيشن، ماسك التلفون، ماسك، فهذا كل هذا كله راح يضيع عليه، يعني خلاص يقول لك انا ما ابي بس اني اشارك عشان بهدف انه يقابل حضره صاحب السمو. يعني ان اليوم كلنا احنا ككويتيين عندنا قيادتنا الامانه ان ودنا يصافح حضره صاحب السمو، فهو حريص على ان هذه رغبه اميريه فانا اشارك فيها. التحديات اللي تواجهكم، اهم التحديات، أهم التحديات اليوم تجهيز السفن، تجهيز السفن يعني الأمانة هذا اللي عطلنا، ولا احنا عندنا نملك 15 سفينة قوس مهداة من حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الله يرحمه والشيخ صباح الله يرحمه، فالمحافظة عليهم شيء صعب الحين لأنه ما في خشب، حتى النواخذة والاستاد والتطور اللي صاير بس احنا قاعد نجاري هذا التطور بيد الشباب نفسهم، يعني الشباب نفسهم هم اللي قاعد يسوون السفن وهم اللي قاعد يعدلونها وهم اللي قاعد يشرفون حتى على صيانتها. يعني استاذ خالد احنا جدا سعيدين بهذه الرحله وسعيدين بهال خلينا نقول النشاطات اللي تذكرنا بمهن اجدادنا وتخلي الاجيال ما هذا المهن وهذا التراث ما يندثر، فكل الشكر لك استاذ خالد على وجودك معنا وعلى هذا الحوار الجميل. والله ان شاء الله بعد السفينه نجيب لكم نراويكم حصيله اللولو ان شاء الله باذن الله. طبعا سوون احتفاليه طبعا موجوده احتفاليه دائما خاصه يوم الدشه راح يكون ان شاء الله طبعا يوم الدشه والقفال راح نعرض حصيلتنا ان شاء الله من اللولو. عساكم على القوه ان شاء الله. احنا لازم متواصلين طبعا مع المشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مساء الخير الكويت. يعني ايمان عندي لكم شيء صراحه انا ودي اعلق عليها وودي انت تتعلقين عليها، ولكن بعد ما نشوفها ان شاء الله ما في احد بالكويت الا له ذكريات حلوه مع هذه الشخصيه. شوقتني عيد، ودي اشوف الفقره معاك واعرف شنو هذه هي، فنشوفها مع بعض.